كابتن عبد اللطيف عثمان طبعا مدير فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي، مجهود كبير، الف مليون مبروك اللقب بال16. الحقيقه يمكن احنا كنا بنتكلم من يومين انتوا ما ريحتوش ابدا في البطوله دي، ولكن قدرتوا ان انتوا توفوا بوعدكم وعهدكم للجماهير، والحقيقه قدرتوا ان انتوا تحصلوا على هذا اللقب على الرغم من صعوبه المباراه النهارده او صعوبه الخصم اللي كان هو حامل اللقب السنه اللي فاتت. والله بص انا اهم حاجه عندي ان انا محتاج ان انا اشكر ناس كتير جدا 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 جدا، مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وبالاخص بجد كابتن خالد العوضي واداره النشاط الرياضي بشكل كامل. الناس دي بتتعب جدا جدا جدا، ويمكن جلود مجهوله من ناس كتيره ما بتعرفش. الناس دي مجهودها كبير جدا وسبب كبير قوي في اللي بيحصل في الملعب واللي بيحصل في الفرقه. حابب اشكر الجهاز الفني كله، الناس بتتعب كتير جدا، بيعطوا اكتر مني بكتير جدا ومجهود وطول الوقت تدريبات. اللعيبه طبعا ما يعني لا غنى يعني كلام عنهم واحد واحد، ولاعيبه كتير اثبتت نفسها، حابب اشكرهم كلهم بصراحه، حابب اشكرهم جدا جدا جدا. النهارده هتفرحوا، هتريحوا يوم واحد، بعد كده هتستعدوا لسيمي فاينل وفاينل لكاس مصر. مجهود كبير، ولكن هو ده قدر النادي الاهلي من بطوله لبطوله. الاستعدادات للفتره اللي جايه، خاصه ان انتوا كان مجهود بدني كبير جدا عليكم خلال البطوله الافريقيه. والله الحمد لله، يعني انا مش عايز اقول لك ان احنا خلال البطوله كان في بعض الاجتماعات الصغيره اللي بتتم بين انا والمدير الفني والجهاز الفني، بنتكلم عن شويه تفاصيل صغيره عشان الكاس. كل حاجه الحمد لله مترتبه، اللعيبه بعد بكره هتبقى في المعسكر ان شاء الله، يبدا التدريبات يومين قبل البطوله، اعتقد جزء كبير منها هيبقى تدريب استشفائي، تجهيز للماتشات وخروج. واللعيبه الحمد لله، يعني يمكن الكلمه دي قايلها للكابتن خالد العوضي النهارده في المكتب، قلت له صدقني اللعيبه مش محتاجه حد يقعد يتكلم معاها كتير، يخشوا في التركيز، لان هم اوريدي عاملين اللي عليهم ومركزين جدا جدا في المطلوب منهم. رساله لجماهير النادي الاهلي كانت في ظهركم النهارده، استجابت لدعوتكم، انتوا يمكن كنتوا بتناشدوهم ان هم يكونوا موجودين معاكم هنا في الصاله، والحقيقه ان هم النهارده سمعوا هذه المناشدات وجم علشان يكونوا في ظهركم ويشجعوا. والله ده الطبيعي بتاع جمهور النادي الاهلي، احنا يعني عمرنا ما كنا حتى محتاجين او مستنيين نعمل اي حاجه، هم دايما في ظهرنا. لسه بقول للعيبه دلوقتي اعظم بطوله تكسبها في وسط ارضك في وسط جمهورك، شكل اللي حضرتك شايفين شكله، شايفين التشجيع والروح والتفاعل اللي بيتم بين اللعيبه والجهاز وكل الصاله. لا طبعا جمهور النادي الاهلي ده رقم واحد، ده رقم واحد طبعا. شكرا ليك جدا، الف مبروك مره ثانيه، وبالتوفيق سواء في كاس العالم للانديه طبعا اللي هتكون يعني مسؤوليه كبيره جدا عليكم، ولكن بالتوفيق الاول اكيد في كاس مصر. الف مبروك مره ثانيه يا كابتن. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا.